حاجة مجنونة عملتيها في حياتك؟ حاجة واحدة بس اللي مجنونة، في حاجات كتير بس في حاجات ما ينفعش تتقال. أهلا واضح، شيرين غدا. الصرصار. لما أبويا كان بيوديني السيرك عشان أعرف أشوف الحيوانات وألمسهم وألعب معها. لا، صعب جداً إن أنا أبكي. آخر مرة بكيت في التصوير، لأن الشخصية لازم أبكي في الحتة دي في الدور. لا، ما أحبش أغير أي حاجة في الماضي بتاعي خالص. الأدوار اللي بضطر أعمل حاجات فيزيكال، يعني ضرب وكده، لأني بتضرب. إن أنا أي حد بيقولي أي حاجة بقول لأ في الأول. أكيد كلنا بنكذب، بس أنا ما بحبش الكذب اللي يودي في داهية. أنا بتكلم على الكذب، شكلك حلو، اللون ده لايق عليك. يوم لما بنتي اتولدت، ده أسعد يوم في حياتي حقيقي. الجونة. في فيلم الفيل الأزرق الأولاني، أنا وكريم عبد العزيز ما كناش عارفين نصور المشهد الجد علشان كنا بنعيط من الضحك. شريكة. العصبية. الانترفيوز. شكرا واضح.